الإسلامية جابت كل العاصمة ومدنها الثلاثة، أقاليم عديدة ومدن في السودان تجوبها مظاهرات عديدة جدا مطالبة بالتحول المدني الكامل. نعم عاصم، اليوم تاريخ 19 ديسمبر تاريخ مميز في السودان منذ العام 1955 تحرير الخرطوم وانجلاء المستعمر أو إعلان الاستقلال من داخل البرلمان. كذلك 19 ديسمبر اندلاع ثورة ديسمبر المجيدة في 2018 والتي يعني تمكنت من اقتلاع ديكتاتورية عديدة ظلت تعيس في السودان فسادا لمدى 30 عاما. واليوم أيضا 19 ديسمبر إعادة تصحيح الأخطاء التي صاحبت ثورة ديسمبر والعودة بها إلى المسارات السليمة بعد أن حاول البعض الانقلاب على طموحات الشعب وإرادة الشعب وأمنياته بعد التضحيات الكبيرة التي قدمها الشعب منذ 19 ديسمبر 55 وحتى 19 ديسمبر 2021. أعتقد أن الشعب السوداني قدم الكثير من أجل دولة يحلم بها ظلت بعيدة المنال لأسباب عديدة، منها طموحات العسكر، منها فشل النخب السياسية في تكوين دولة أو بناء دولة بشكل حديث توفر الأمن والسلام والتنمية والاستقرار والرفاه لكل أبناء الشعب السوداني. ما زال السودانيين بعد أكثر من 65 عاما منذ تاريخ إعلان الاستقلال من داخل البرلمان يبحثون عن أبسط مقومات الدولة في شوارع الخرطوم أمام القصر الجمهوري وأمام مراكز الحكومة في الولايات للأسف الشديد. لذلك أعتقد أنه 19 ديسمبر بداية حقيقية لتحقيق تلك التطلعات التي فزت بها.